السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. من الزجاج وما مكانته العلمية وما مذهبه النحوي وما منهجه في الاشتقاق؟ ما أثر الزجاج العلمية وما أهمية كتابه معاني القرآن وإعرابه وما منهجه وأسلوبه في تأليفه؟ سنناقش ذلك إذا مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان الزجاج رأس البغداديين البصريين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع الزجاج رأس البغداديين البصريين. نرحب بدءاً بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. وإياكم. بارك الله فيكم. وإياكم. ونرحب أيضاً مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من المدينة المنورة الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم المصطفى، أستاذ النحو والصرف بجامعة طيبة. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله أستاذ محمد، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. وأهلا بك. إذا دكتور حمدي، بدءا حدثنا متفضلا عن الزجاج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الزجاج رأس علماء النحو البصريين البغداديين، هو أبو إسحاق، هذه كنيته، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج. والزجاج يعني نسبة إلى عمله، وهو كان يعمل في خرط الزجاج فنسب إلى ذلك. كان من تلاميذ ثعلب، ودرج معه في التعلم حتى ذهب المبرد إلى بغداد وجلس في المسجد الذي كان يدرس فيه ثعلب، أو كان لثعلب فيه حلقته العلمية. طيب، ثعلب أرسل إلى المبرد الزجاج ومجموعة أخرى من تلاميذه ليفضوا حلقة هذا الرجل الذي كانوا لا يعرفونه. فالزجاج في وقته كان عمره ما يقارب 16 عاما، لأن مولده على الراجح يعني سنة 31 و200 من الهجرة. فقال: أتأذن لي في أن أفاتشك؟ وأخذ يتكلم معه. مع المبرد نعم. يسأله. فوجده عالما بحرا يشقق المسائل، وهو له في القياس وله في العلل وله في الأمور المختلفة يفوق أستاذه ثعلبة. هنا المبرد قدم من البصرة إلى بغداد، لم يكن معروفا. لم تكن فيه وسائل إعلام حتى صحيح. يعرف الناس يعني هنا الزجاج نهل من زعيم المدرسة الكوفية ثعلب. أولا نعم. ثم المبرد البصرية. لزم المبرد، قال لزملائه: اذهبوا إلى شيخكم وأنا سألزم هذا الرجل. المهم، بعد حوار طويل لزم المبرد، وكان المبرد لا يعلم إلا بأجرة. نعم. فسأله عن عمله، فقال: أخرط الزجاج، وكسبي في اليوم درهم ونصف أو درهم ودانقان. يعني تعاقد معه على أن يبالغ في تعليمه، على أن يعطيه كل يوم درهما. نعم. فمكث على ذلك. ولكن هو هنا، عفوا دكتور، هو نعم. يسأله كل هذه الأسئلة وهو لا زال فتى، يعني 16 عاما. عاما في ذاك الوقت، في ذاك الوقت تختلف عن ست، يعني نجد من جني مثلا، يعني وهو فتى أصبحت له حلقة. أسامة بن زيد نعم. كان في أمير، كان أميرا على من؟ على أبي بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة، وعمره تقريبا 19 عاما. صحيح. نعم. ففي الزمان الماضي غير زماننا هذا. فعلا. محمد الفاتح كان أيضا في هذه السن الصغيرة، وكان يعني قائدا لقوات المسلمين وفتح القسطنطينية. صحيح. نعم.
لزم المبرد وأخذ يعطيه كل يوم ما شرط له حتى علمه وصار يعني عالما في فن اللغة والنحو. طيب. ثم أتى جماعة من بني مارقة الصراة إلى المبرد يريدون منه معلما نحويا لأولادهم. فطلب الزجاج من المبرد أن يعني قال له أسمني لهم. يعني قل اسمي. نعم. فأسماه لهم. فأخذ يعلمهم. ثم بعد ذلك وزير المعتضد عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد يعني أراد معلما لابنه القاسم وكان وزيرا وابنه سيصير وزيرا. فرشح المبرد الزجاج للوزير وصار معلما لابنه حتى لزم يعني صار وزيرا أيضا وصار عنده مال كثير. ما شاء الله. صار عند الزجاج مال كثير ومكث يعطي أستاذه المبرد يعني ما شرطه له وكان ينفله يعطيه زيادة على ذلك في أيام المواسم الأعياد وغير ذلك. وصار نديما أيضا الزجاج صار نديما للمعتضد. نعم. ولذا يعني كان يعطيه رزقا في الفقهاء ورزقا في العلماء ورزقا في الندماء يعني راتبا يبلغ 300 دينار في الشهر. توفي الزجاج عام 1300 من الهجرة في بغداد. في بغداد. نعم. إذن من هنا دكتور سعد الدين نرحب بك مجددا، ما أقوال العلماء إذن في الزجاج؟ حياك الله. حياك الله أستاذ. الحقيقة أن الزجاج كما ذكر الأستاذ الدكتور حمدي كان من العلماء البارزين في بغداد، وكان قد لزم أولا الإمام ثعلب ثم اتجه بعد ذلك إلى المبرد. ترك أثرا طيبا في حياته العلمية وشهد بذلك أقرانه كما شهد به المتأخرون، وأثر فيهم كما أثر في طلابه كثيرا. من العلماء الذين تحدثوا عنه الخطيب البغدادي قال عنه: كان من أهل الدين والفضل، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات، حسان في الأدب. ما مذهبه الأدبي؟ الحقيقة أن مذهب الزجاج هو بغدادي، بغدادي أي هؤلاء انتخبوا آراء علمية من مدرسة البصرة كما انتخبوا آراء علمية من مدرسة الكوفة. ومزجوا بينها وكانت لهم مدرسة لها سماتها وخصائصها العلمية والفكرية والأدبية. الحقيقة أيضا مذهبه الآخر في الدين هو كان يدعو دائما أن يموت على مذهب ابن حنبل رضي الله عنه، فكان حنبلي المذهب في الاعتقاد. بدوره قال عنه ابن الأثير: كان من أهل العلم والأدب والدين المتين. أي هؤلاء شهادتهم شهادة عظيمة فيه. أيضا من الذين شهدوا فيه أيضا أبو البركات الأنباري المتوفى سنة 77 و500. ماذا قال عنه الأنباري؟ قال: كان من أكابر أهل العربية. كان من أكابر أهل العربية وكان صاحب اختيار في علمي النحو والعروض والقوافي. أي لم يكن عالما في النحو وحسب، وإنما كان عالما أيضا في علم العروض والقافية وفي علوم أخرى. أيضا من الذين تحدثوا عن الزجاج ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 هجرية. ماذا قال عنه؟ قال: كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد وله مصنفات حسنة في العلوم. وله مصنفات حسنة. طيب. أيضا من الذين تحدثوا وأثنوا على الإمام الزجاج الأزهري المتوفى سنة 70 و300 هجرية.
صاحب تهذيب اللغة، ماذا قال عنه؟ قال عنه صاحب المعاني، أي معاني القرآن، صاحب المعاني في القرآن. حضرته في بغداد بعد فراغه من إملاء الكتاب. طبعا هذا الكتاب أملاه على تلامذته في بغداد، وهذه عادة في ذلك الزمان. كانوا ماذا؟ يملون، كانوا يستملون تلاميذهم، وكان هؤلاء يكتبون ما يملونه عليهم. فألفيت عنده جماعة، ألفيت عنده ماذا؟ جماعة يسمعون منه، وكان متقدما في صناعته، بارعا صدوقا، حافظا لمذهب البصريين بالنحو ومقاييسه. نعم طيب. هذه أيضا من الأزهري شهادة. لماذا؟ شهادة عظمى، لأن الأزهري صاحب تهذيب اللغة، وهو لغوي كبير أيضا. طيب أيضا دكتور، أيضا يعني باختصار لو سمحت. نعم تفضل. آخر من الذين شهد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء. ونحن نعلم أن الذهبية يعني مؤرخ كبير وعالم في كل العلوم، متبحرا بها. ماذا قال عنه؟ قال الإمام، قال عن الزجاج: هو الإمام نحوي زمانه، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي. نعم نعم. أيضا هذه شهادة من عالم ومؤرخ واضح. شهد له أيضا بالفضل. سأعود إليك دكتور. أيضا دكتور حمدي، نحاول الاختصار، إذا أبرز كتب الزجاج سريعا. الزجاج من مدرسة المعلمين، هذه المدرسة قوامها رواية الشعر والأخبار وتدريس النحو وما إلى ذلك، وكان عمدة ذلك في التدريس أيضا كتاب سيبويه. يعني كتاب سيبويه كان من عمد تدريس النحو في ذاك الزمان. له مجموعة كبيرة من الكتب، أغلبها فقد ولم يصل إلينا. طبعا من هذه الكتب معاني القرآن وإعرابه الذي حققه الدكتور عبد الجليل شلبي، وله كتاب ما فسر من جامع النطق وهو في مخارج الحروف وأصواتها وصفاتها، يعني أصوات. له كتاب في العروض وكتاب في القوافي لكنهما مفقودان. له كتاب في الأنواء وكتاب في النوادر، كتاب في الفرق بين المؤنث والمذكر، له كتاب في خلق الفرس. الاشتقاق دكتور، له كتاب في الاشتقاق. كتب يعني مفقودة، لكن يعني أريد أن أعطي فكرتين عن كتابين صغيرين من الكتب الموجودة. يعني كتاب مثلا خلق الإنسان، خلق الإنسان هذا يعني من الأمور التي اهتم بها العلماء في جمع اللغة، أولا في كتابة الرسائل اللغوية التي تكونت منها المعاجم بعد ذلك. خلق الإنسان يعني بدأ من بداية كتاب أبي مالك عمرو بن كركرة في القرن الثاني الهجري، نهاية بكتاب غاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي. خلق الإنسان للزجاج يعني يتناول فيه أعضاء الإنسان كاملة، مع التذكير والتأنيث، مع التثنية والجمع، ووقع في 34 بابا، يعني باب الرأس، باب صفة الرأس، صفة الشعر، ألوان الشعر، إلى آخره. خلق الإنسان من الكتب الجيدة جدا أيضا، وهو كتاب في التصريف، كتاب فعلت وأفعلت. وهذا طبعا هذا النوع من فعلت وأفعلت كتب فيه حوالي 20 مؤلفا، ما شاء الله. ضاعت إلا ثلاثة، لم يصل إلينا من هذه الكتب إلا ثلاثة كتب: كتاب أبي حاتم السجستاني قبله. المتوفى يعني 255 هجرية، وكتاب الزجاج هذا، وكتاب الجواليقي المتوفى 540 من الهجرة. الكتاب فعلت وأفعلت، طبعا السبب في الاهتمام بفعلت وأفعلت لأن أهل الحجاز كانوا لا يهمزون، صحيح. فحدثت مشكلة. أيضا فيه من كان يتحذلق ويزيد همزة، يعني إما حذف وإما زيادة الهمزة. نعم، في فدعت العلماء إلى الكتابة في هذا الأمر. طيب. من الأمور الجيدة في هذا الأمر أن الزجاج
كتب كتابه هذا على حروف المعجم مرتبا له ترتيبا ألفبائيا، يبدأ من الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، النون، الهاء، الواو، الياء، الهمزة، الياء، بهذا الترتيب. يعني ترتيبا سبق ترتيب الزمخشري في أساس البلاغة في موضوع الترتيب الألفبائي. نعم، لو فكرة يسيرة نعطيها للمشاهد الكريم. نعم، الكتاب مقسم إلى أقسام ثلاثة. نعم، القسم الأول وهو الأكبر حجما يقع في 56 بابا، يعني 28 لما هو متفق المعنى، وثمانية وعشرون بابا أخرى فيما هو مختلف المعنى مع التداخل. يعني مثلا باب الباء من فعلت وأفعلت والمعنى واحد، أو باب الباء من فعلت وأفعلت والمعنى مختلف، يعني متداخلة مع بعضها. تصريف الألفاظ يعني. نعم. وترتيب الأبواب كما ذكرت. القسم الثاني ويقع في 28 بابا، خصه بما تكلم فيه بأفعلت دون فعلت، وما اختير فيه أفعلت دون فعلت، وبترتيب الأبواب التي ذكرناها. القسم الثالث يقع في 28 بابا، خصه بما تكلم فيه بفعلت دون أفعلت، وما اختير فيه فعلت دون أفعلت، وبالترتيب الذي طيب قلناه. نعم دكتور، وله كتب أخرى، يعني ما ينصرف. نعم، وما لا ينصرف، وشرح أبيات سيبويه. ما ينصرف وما لا ينصرف من هذا. نعم، الباب طبعا موجود في كتاب سيبويه، موجود. نعم، في كتاب المقتضب. نعم، المبرد. نعم، وموجود في غيرهما، لكن من العلماء من خصه بالدراسة. صحيح، لما فيه من الأمور التي كانت تدخل. نعم، في عصر الترجمة. نعم، الأمور الأعجمية. نعم، والمثلث في اللغة. نعم، إذن مشاهدينا فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الحطية، الشاعر المخضرم الهجاء. الحطية، الشاعر المخضرم الهجاء. هو جرول بن أوس لقب الحطيئة لقصره. كان هجاء عنيفا لم يكد يسلم من لسانه أحد، فقد هجا أمه وأباه ونفسه. هجا زبرقان بن بدر التميمي من سادات العرب، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فسجنه عمر رضي الله عنه بالمدينة، فجعل الحطيئة يستعطفه قائلا: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فبكى عمر ثم أخرجه، وأخذ عليه العهد ألا يهجو الناس. أما هجاؤه زبرقان بن بدر فقد قال الحطيئة فيه: والله ما معشر اللام امرأ جنبا، في آل لأي بن شماس بأكياسي، على ما كلفتني مجد ابن عمكم، والعيس تخرج من أعلام أوطاسي. ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم، في بائس جاء يحدو آخر الناس، لما بدا لي منكم غيب أنفسكم، ولم يكن لجراحي فيكم آسي. أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولن ترى طاردا للحر كالياسي. ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلا ذا فاقة عاش في مستوعر شاسي، جارا لقوم أطالوا هون منزله، وغدره مقيما بين أرماسي. من وقره هرته كلابهم، وجرحوه بأنياب وأضراس. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، إذن في لسان العرب من الرافدين، نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: الزجاج، رأس البغداديين البصريين. نعود من جديد إلى دكتور سعد الدين من المدينة المنورة. إذن دكتور سعد الدين، من شيوخ الزجاج ومن تلامذته؟ يعني نبذة
مختصرة لو تفضلت، لأني أعلم أن لديك كثيرا من الكلام عن تلاميذه وعن شيوخه، تفضلت. نعم، شكرا لك أستاذ محمد. الحقيقة الزجاج تتلمذ لعالمين جليلين كبيرين كان لهما أثر كبير في النحو العربي وفي اللغة العربية بشكل عام. الأول هو الإمام ثعلب أحمد بن يحيى المتوفى سنة 91 و200 هجرية، وهو رأس الكوفيين في زمانه. كان عالما دينا صدوقا، ولعل الزجاج قد اكتسب منه كثيرا من هذه الصفات العلمية والخلقية. والعالم الآخر الذي تأثر به والذي جاء إلى بغداد متأخرا وهو المبرد محمد بن يزيد المبرد الملقب بالمبرد المتوفى سنة 85 و200 هجرية. طبعا هذا العالم أثر في من بعده أيضا، وتتلمذ له الإمام الزجاج وأخذ منه، وذكر أخونا الدكتور يعني كلاما طيبا عن علاقة الزجاج بأستاذه. صحيح. أما تلاميذه أستاذ، أما تلاميذه فكثيرون الذين تتلمذوا له، ومن هؤلاء في مصر ابن الراوندي وأبو جعفر النحاس المتوفى سنة 38 و300 هجرية في القرن الرابع الهجري. صاحب إعراب القرآن الكريم. أيضا من تلامذته محمد بن إسحاق بن إسباط أبو النضر النحوي المصري. وإبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق البغدادي النحوي أيضا. ولعل أهم من تأثر به علما ولقبا هو الزجاجي. صحيح. عبد الرحمن الزجاجي المتوفى سنة 37 و300، وصاحب المجالس مجالس الزجاجي، وأيضا صاحب الجمل. وقد حقق كثيرا. ولعل أهم التلاميذ على الإطلاق الذين تأثروا بالزجاج وأخذوا عنه أبو علي الفارسي. نعم. صحيح. وهذا عام ملأ الدنيا علما وفضلا، وما نزال نعيش على كتبه ونتفيأ ظلاله. سنخصص له حلقة خاصة أيضا دكتور. نعم. سأعود إليك. علماء القرن الرابع الهجري تأليفا. طيب سأعود إليك دكتور. شكرا لك دكتور حمدي. أيضا نحاول أن نختصر لكي نفي بجميع ما موجود. معاني القرآن وإعرابه هو أهم كتب الزجاج. بالتأكيد. حدثنا عنه تفضل دكتور. معلوم بأن كتب معاني القرآن من الكتب المهمة التي اهتمت بتفسير القرآن الكريم تفسيرا لغويا بمعناه الواسع. يعني من حيث اللغة ومن حيث النحو ومن حيث الصرف واستخراج المعاني الخاصة بهذا الأمر، وهي عمدة هذه الكتب عمدة للمفسرين وعمدة للغويين كذلك. يعني مصدر رئيس من المصادر التي يرجع إليها المفسرون والتي يرجع إليها اللغويون كذلك. طبعا قدم في بين في مقدمة كتابه أهمية تفسير القرآن، وأن يكون التفسير معتمدا على اللغة العربية حتى يكون الأمر واضحا. ولذلك قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول: فحضدنا على التدبر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة أو ما يوافق نقلة أهل العلم. فالإعراب عنده مقصد رئيس ليوضح به المعنى، لأن الإعراب فرع المعنى. نعم، يأتي به ويفرع ولذا الأوجه الإعرابية المختلفة التي تأتي بمعان كثيرة هذه توسعة للآية لفهم الآية. صحيح. والقرآن الكريم حمال أوجه كما قال علماؤنا. يبدو أنه بذل جهدا كبيرا فيه. نعم. كم استغرق؟ يعني استغرق منه 16 عاما.
يعني بدأه في 285 من الهجرة وانتهى منه سنة يعني 300 و يعني في السنة الواحدة بعد 300. ولنا أن نتخيل النتيجة يعني في, نعم. في هذه السنين الطويلة. طبعا لا أريد أن أذكر سريعا من مميزات معاني القرآن وإعرابه, لأنه من الكتب المهمة جدا في كتاب معاني الكتب معاني القرآن. كان يذكر ما قاله علماء معاني القرآن الكريم الذين قبله. نعم. يعني قبله كان الفراء المتوفى 207. صحيح. قبله الأخفش المتوفى 215. هؤلاء حتى الكسائي, الكسائي وإن كان كتابه لم يصل إلينا لكن ربما كان موجودا في زمانه. نعم. نعم. فهو يذكر آراءهم ولا يأخذها أخذا هكذا, وإنما يغربلها, يقبل ما يراه مقبولا ويرد ما يراه ما لا يراه مقبولا. عني بعرض آراء سيبويه والخليل, أورد أقوالا لسيبويه لم يتضمنها كتابه, أورد شروحا لغوية غير موجودة في كتب النحويين. من مآخذ على الزجاج في كتابه, وافق أبا عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن, صاحب مجاز القرآن, في بعض آرائه, وضمن كتابه بعض الآراء لأبي عبيدة التي ردها العلماء. ووثق أبا عبيدة مع أن كثير من العلماء لم يوثقوا. نعم, يعني طعنوا فيه في أمور معينة. بالغ في الاشتقاق, الاشتقاق الخاص به هو, له مذهب في الاشتقاق لم يوافقه عليه العلماء, بالغ في الاشتقاق في كتابه, وله كتاب في الاشتقاق من الكتب المفقودة. صحيح. لكنه نص عليه في أكثر من موضع من كتابه مع القرآن. حققه في بغداد دكتور محمد صالح التكريتي رسالة. نعم. أنا لم أبحث عنه, إن شاء الله إن شاء الله نجده. نعم. آخر جملة دكتور. يعني كتاب معاني القرآن وإعرابه من أفضل كتب معاني القرآن الكريم, وهو مصدر رئيس من مصادر اللغويين والمفسرين, ويجب على طالب العلم أن يرجع إلى هذا الكتاب ليفيد منه, ففيه علم غزير وفيه يعني فوائد جمة وأقوال العلماء لم يجدوها في كتبهم المطبوعة. نعم دكتور سعد الدين, اهتم الزجاج كما ذكرنا بكتاب معاني القرآن وإعرابه, اهتم يعني باللغة, اذكر لنا متفضلا نموذجين مثلا لضيق الوقت, تفضل دكتور. نعم نعم, الحقيقة كما تفضل زميلنا الدكتور حمدي بخيل استغرق 16 عاما في تأليف هذا الكتاب, فجوده تجويدا عظيما استفاد منه الجميع, وكان مهتما بالجانب اللغوي اهتماما كبيرا وخاصة في الاشتقاق, فكان بحرا في هذا العلم. وافقه أم لم وافقه العلماء, هو شق طريقا اهتدى إليه. فمثلا في قوله تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, ماذا كان يفعل الزجاج؟ كان يأتي إلى الكلمة فيذكر معناها مفردة, ثم يذكر اشتقاقها, اشتقاقها الذي تتوافق فيه مع كلمات أخرى, ثم يبين معناها, ثم يذهب إلى إعرابها, فكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما. ماذا قال الزجاج في الرغد؟ الرغد الكثير الذي يغنيك. الرغد هو الكثير الذي يغنيك. ثم يأتي بعد ذلك بالكلمة واشتقاقها, وهذا يعني من الجوانب التي اهتم بها دون غيره. ثم جاء بعده تلميذه أبو علي الفارسي وتلميذ تلميذه ابن جني العبقري اللغوي العظيم صاحب الخصائص, الذي أخذ من منهج أستاذه وأستاذ أستاذه هذه السنة وتوسع فيها توسعا كبيرا. صحيح. فمثلا في قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب, ماذا قال؟ ماذا قال فيها؟ قال أي ما يفكر فكرا يذكر به ما قص من آيات القرآن إلا أولو الألباب. ما معنى أولو الألباب؟ ذو العقول. ما معنى أولو الألباب؟ ذو العقول, أصحاب العقول. وواحد الألباب لب, وواحد الألباب لب,
يقال قد لببت يا رجل وأنت تلب لبابة ولبا. وقرأت على محمد بن يزيد عن يونس، هو ينقل عن يونس بن حبيب، فماذا يقول؟ لببت لبابة، وليس في المضاعف على وزن ماذا؟ على وزن على وزن فعلت، على وزن فعلت غير هذا لم يروه أحد سواه. طيب. يعني لم يروي أحد سواه عن يونس رحمه الله. وسألت غير البصريين فلم يعرفه. وهناك نماذج كثيرة له في التصريب. صحيح. كان مهتما إلى اللغة إلى جانب النحو واللغة أيضا بالتصريف. وهذا من سبقه إلا عند الفراء رحمه الله. الفراء صاحب معاني القرآن المتوفى سنة 720. طب نأخذ فقط رأيه في كلمة القيوم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة البقرة الآية 55 بعد 200. ماذا يقول؟ قال: القيوم القائم بتدبير جميع ما خلق. القيوم هو القائم تدبير جميع ما خلق من إحياء وإماتة وإنشاء ورزق وغير ذلك. طيب ما أصل القيوم عنده؟ ماذا يقول لنا؟ قال: يقول أصلها قيوم، الياء سكنت هنا، سبقت الواو بسكون، يعني وزنها فيعول الصرفي. نعم فيعول. قلبت ياء، التقى مثلان، أضغم الأولى، أضغمت الياء الأولى في الثانية فشددت قيوم، وهو إدغام صغير واجب. وهو إدغام صحيح. صغير يعني واجب. نكتفي بهذا القدر أستاذنا إن سمحت لي، لأن الوقت ربما لن يكفي لبقية الأسئلة. دكتور حمدي، يعني كيف كانت طريقة الزجاج إذن في أعراب القرآن في كتابه؟ هل اهتم أيضا بالقراءة القرآنية؟ نعم، الزجاج في طريقته في إعراب القرآن الكريم كان يأتي في إعراب الآية، يأتي بآراء النحاة في مكان واحد ثم يناقشهم فيما قالوا. مثال ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الزجاج: تمسنا نصب بلن، وقد اختلف النحويون في علة النصب بلن. فروي عن الخليل قولان، أحدهما أنها نصبت كما نصبت أن، يعني لن تنصب الفعل المضارع كما تنصب أن الفعل المضارع، وليس ما بعدها بصلة، يعني لن ليست مصدرية كما أن أن مصدرية، لأن أن وما بعدها تؤول بمصدر. نعم صحيح. أما لن وما بعدها فلا تؤول بمصدر، هذا معنى قوله. وما بعدها بصلة لها، لأن لن يفعل نفي سيفعل، فقدم ما بعدها عليها، يعني يتحدث على أن لن يقدم ما بعدها عليها، نحو قولك زيدا لن أضرب، فإن كانت مصدريا لا يجوز أن يتقدم معمول ما بعدها، معمول الفعل يعني عليها. صحيح. لأن أن المصدرية لها الصدارة في الكلام. نعم. ثم يقول: وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنه قال: الأصل في لن لا أن، ولكن الحذف وقع استخفافا، يعني حذفت الألف الألف والهمزة فصارت لن استخفافا. طيب يعني في آخر نصف دقيقة دكتور، إذن القراءة القرآنية، القراءة القرآنية طبعا يقول قولا جميلا، بأن يعتقد بأن القرآن الكريم ليس فيه كل ما جاء في كلام العرب، وإنما نزل القرآن الكريم على اللغات العلى، فلذا لا نستطيع أن نخرج القرآن على اللغات الضعيفة، وإنما نخرجه على اللغات العالية. ولذلك عندما يأتي إلى الآية فيقول مثلا: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، القراءة بطرح التنوين، يعني جاعل بدون تنوين،
والتنوين جائز يعني ولكن لا تقرأ به إلا أن تكون ثبتت بذلك رواية. يعني باختصار هو خالف من قبله، هو أخذ بكل روايات القراءات القرآنية. هو من ناحية القراءات القرآنية لا يرد القراءة، ولكن يقول بأن القرآن الكريم نزل على اللغات العالية فلا نستطيع أن نخرجه على اللغات الضعيف، فيقول القراءة كذا ويجوز في العربية كذا، إن قرئ به نقبله، إن لم تثبت الرواية تمام. نعم دكتور سعد الدين، للأسف في آخر دقيقة ننتقل إلى آخر سؤال، يعني في آخر دقيقة حدثنا متفضلا إذن عن كتاب إعراب القرآن، هذا الكتاب المنسوب للزجاج، تفضل دكتور. الحقيقة إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج خطأ، هو ليس للزجاج وإنما هو للباقولي، هو لمن؟ لعلي بن الحسين جامع العلوم الأصفهاني الباقولي المتوفى سنة 43 و500 في القرن السادس الهجري، وقد أثبت ذلك علامة الشام أستاذنا راتب النفاخ رحمه الله في مقالة كتبها لمجمع اللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي. طيب. الكتاب يضم 90 بابا. ماذا يضم 90 بابا؟ طيب. استخرجها مؤلفه من ماذا؟ من التنزيل. نعم. بعد فكر وترو وتأمل وطول إقامة في الدرس. نعم. يقول طبعا في المقدمة، وكنت قد اطلعت عليه، إما أن تكون هذه الأبواب المتممة للتسعين ملأ فكره وقيد ذكره، وأنه تتبع شواهدها يجمعها من القرآن الكريم، يجمعها من ماذا؟ من القرآن الكريم. وإما أن تكون هذه الأبواب وقد أملاها عليه تصفحه لآيات القرآن الكريم، فإذا هي تستوي له بعناوينها وشواهدها. نكتفي بهذا القدر دكتور، أعتذر منك جدا ولكن انتهى وقت الحلقة في ختام فقرة موضوعنا لهذا الأسبوع. نشكر ضيفنا عبر سكايب من المدينة المنورة الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم المصطفى، أستاذ النحو والصرف بجامعة طيبة. شكرا جزيلا لكم، بارك الله بكم. شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا لضيفك الكريم وللإخوة المستمعين جميعا، وبارك الله بك. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة صحيح القول ستكون هذا الأسبوع عن أخطاء العدد من حيث التذكير والتأنيث. أخطاء العدد من حيث التذكير والتأنيث. الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود التمييز في التذكير والتأنيث، فنقول 3 طلاب و3 طالبات، ويحدث الخطأ عند تذكير ما حقه التأنيث وتأنيث ما حقه التذكير، نحو قولهم هزت العاصمة بغداد 4 تفجيرات، وصحيح القول 4 تفجيرات، لأن مفرد تفجيرات تفجير وهو مذكر، ومثل قولهم 17 طلعة، وصحيح القول 17 طلعة، ونحو قولهم في 24 ساعة، وصحيح القول في 24 ساعة، ويتكرر الخطأ عند قولهم في 13، وصحيح القول في 13، ومثل قولهم يبلغ عمره 45 سنة، وصحيح القول 45 سنة، ومثل قولهم هناك 3 قضايا، وصحيح القول 3 قضايا. بعد غياب دام 6 سنوات، وصحيح القول 6 سنوات. يحصد 5 جوائز، وصحيح القول 5 جوائز. قدمت في الندوة 6 أوراق، وصحيح القول 6 أوراق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين. قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني،
وعنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة النساء الجزء الرابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ من قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هنا دكتور، لماذا اختلفت الفواصل في هذه الآيات الثلاث وتكرر قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض؟ طبعا إذا كانت الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، إذا كانت الآية أو الجزء من الآية أتت لمناسبة في المعنى فلا تكون تكرارا. هذه قاعدة عامة في القرآن الكريم. وهنا هذا ما أتى في هذه الآيات. نعم. يعني وإن يتفرقا، الحديث عن الزوجين. وقد سبق الكلام عن أمور الزوجين وما عند عدم انقيادهما لحسن المعاشرة. فإن حدث التفرقة بين الزوجين يغني الله كلا من سعته. يعني كما قال الزمخشري عن الزوج: يرزقه الله زوجا خيرا من زوجه وعيشا أهنأ من عيشه. ولما قال سبحانه يغني الله كلا من سعته أتى بعدها وكان الله واسعا حكيمة. واسعا يتناسب مع السعة، والحكيمة يضع كل شيء في موضعه. ثم بعد ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض. تكررت هنا. نعم، يعني الأمر فيه يعني سعى الله عز وجل يملك السماوات والأرض وكل ما في السماوات وما في الأرض. هنا المناسبة. هنا المناسبة. ثم بعدها ولو قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هنا الإيصاء أو التوصية للذين أوتوا الكتاب من قبلنا وإيانا بتقوى الله عز وجل. والذي يتقي الله عز وجل يعطيه الله من فضله ويحسن إليه. طيب وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أي إن إيمانكم أو تقواكم لا تزيد في ملك الله شيئا. الله غني عنا. الله غني عنا. نعم. وعن كل ما نفعل. نعم، إنما نفعله لأنفسنا من خير. صحيح. وإن فعلناه من شر فيعود علينا بالضر. فلن إنكم لن تملكوا نفعي ولن تملكوا ضري كما في المعنى الحديث القدسي. لذلك قال فإن لله. قال نعم، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيضا مناسبة هنا. المناسبة. نعم. نعم. ثم التوكيد الأمر. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله آمرا. توكيد لأن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض بالتقديم والتأخير الذي يفيد التخصيص بأن له ما في السماوات وما في الأرض دون غيره. صحيح. نعم، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حافظا وكفى بالله آمرا. فكل هذا يتناسب، يعني كل وما أتى بعده أو وما أتى قبله لتكون فيه مناسبة في اللفظ والمعنى. أيضا إذا من المتشابه اللفظي مشاهدينا الكرام في سورة النساء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال جل وعلا في سورة المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هنا دكتور، ما الحكمة في تقديم قوله بالقسط في النساء وتأخيره في المائدة؟ طبعا التقديم والتأخير تبع لمناسبة ما قبل الآيات المذكورة. في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، مبنية على الأمر بالعدل والقسط. هذه آية النساء. أما آية المائدة فأتى قبلها الأمر بالطهارة، ثم التذكير سبحانه بتذكر نعمه والوقوف على ما عهد به إلى عباده والأمر بتقواه، فناسبه قوله كونوا قوامين لله. نعم. ثم شهداء بالقسط. توجيه آخر. تفضل. نعم، وجهه في الكشف، قال آية النساء
جاءت بعد الحديث عن النشوز من الرجال وإعراضهم عن النساء والصلح على مال وإصلاح حال الزوجين والإحسان إليهم، فناسب ذلك تقديم القسط. نعم. وآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين والوفاء بالعهود والمواثيق، فأتى فيها ما يناسب أخرى. ذلك نعم. نعم كونوا تأخرت. قوامين لله بالقصد. بعدها شهداء بالقسط. شهداء بالقسط. نعم. نعم. أيضا من المتشابه اللفظي في سورة النساء قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. في النساء. وقال تعالى في سورة نفسها: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هنا ما توجيه الاختلاف في هذه الآيات دكتور؟ أولا عندنا الأول التفرقة بين السبيل والطريق. نجد أكثر ذكر الذكر في القرآن الكريم من هاتين الكلمتين كلمة السبيل. نجدها يعني السبيل أعم من لفظ الطريق. يعني في الربع الأول من القرآن الكريم أكثر من 50 موضعا. القرآن الكريم ككل ورد فيه لفظ الطريق 4 مرات فقط. فقط. نعم. السبيل أغلب وقوعا في الخير وسبيل السلامة إفصاحا أو إشارة. الطريق بخلاف ذلك لا يدل على الخير إلا بقرينة بإضافة أو بوصف. نعم. ممكن يدل إلى الشر يعني. الأصل فيه في الشر. نعم. الأمر الثاني. الفريق الأول في الآية الأولى: إن الذين آمنوا ثم كفروا يعني ارتدوا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني جرم شنيع. نعم. جرم كبير. فناسبهم ولا يهديهم يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. نعم. نعم. نفي السبيل الذي هو أمر للخير. بينما الثانية: إن الذين كفروا وظلموا. الفريق الثاني أقل. نعم. أقل في الجرم. أن هؤلاء لم يرتدوا. لم يعرفوا الحق. هكذا. الذي يعرف الحق وعرف سبيل الحق والراحة في هذا الحق، إذا ارتد جربه يكون أشنع. نعم. فهنا لم يكن الله ليغفر لهم. نعم. ولا يهديهم سبيلا إلا طريق جهنم. طريق هنا. نعم. نعم. هنا طريق جهنم. التخصيص. نعم. بما يناسب هؤلاء يعني. نعم. الأمر بخلاف الأول، يعني الأول ممكن كان يطمع في أنه يأتي إلى السبيل. نعم. الذي هو سبيل الخير، لكن لا هداية لهم إلى هذا الطريق أو إلى هذا السبيل الذي هو يدل على الخير. للأسف انتهى وقت الحلقة دكتور. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. مسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم، واخترنا لكم هذا الأسبوع أبا إسحاق الزجاج رأس البغداديين البصريين. في رعاية الله. أبو إسحاق الزجاج رأس البغداديين البصريين. هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج البغدادي، عالم بالنحو واللغة. كان يعمل في صناعة الزجاج فتركها واشتغل بالأدب. ولد في بغداد سنة 41 و200 من الهجرة. أبرز شيوخه المبرد وثعلب، إذ لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهماً، فنصحه وعلمه قبل أن يلزم ثعلب النحوي. وأبرز تلاميذه أبو القاسم الزجاجي الذي صحب الزجاج وأخذ عنه فنسب إليه وعرف به وسمي باسمه، وأبو جعفر النحاس التميمي المصري، وإبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق البغدادي صاحب الزجاج وأخذ عنه وأكثر، ونبغ في من نبغ من تلاميذه، وأبو علي الفارسي الذي أصبح من كبار أئمة النحويين. قال الخطيب البغدادي فيه: كان من أهل الدين والفضل، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات حسان في الأدب،
وقال أبو البركات الأنباري إنه من أكابر أهل العربية، وكان صاحب اختيار في علمي النحو والعروض. وقال الأزهري صاحب كتاب المعاني في القرآن: حضرته ببغداد بعد فراغه من إملاء الكتاب، فألفيت عنده جماعة يسمعون منه، وكان متقدماً في صناعته، بارعاً صدوقاً حافظاً لمذهب البصريين في النحو ومقاييسه. أبرز كتبه معاني القرآن، وطبع بعنوان معاني القرآن وإعرابه. ما فسر من جامع المنطق: تفسير أسماء الله الحسنى، الأمالي في الأدب واللغة. فعلت وأفعلت، ما ينصرف وما لا ينصرف، العروض، القوافي، الأنواء. توفي أبو إسحاق الزجاج في بغداد سنة 1300، وقيل سنة 1600 من الهجرة.